أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ مهند من توين برجر. أهلا أستاذ مهند. أهلا فيك. بداية شكرا جزيلا أستاذ مهند لتواجدك معنا بالبرنامج، والبداية نتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع توين برجر. هلا أنا بشتغل في بروك من 17 سنة ومتخصص بالشركات من زمان، وحبينا نعمل زي شيء على جنب لأنه شفنا في فجوة في الماركت معين، وبدينا من تقريبا سنتين ونص، أوكي ثلاث سنين، عملنا بأولها التحضير تبعنا والنكهات تبعتنا، وبعد ما اعتمدنا على الطعم المعين تبعنا والبزنس موديل اللي احنا بدنا إياه بدينا تقريبا من شي سنتين. استاذ مهند، ممكن تخبرنا المزيد عن الاطباق والوجبات اللي بتقدموها، وشو اللي يميز اطباقكم عن بيت المطاعم الثانيه؟ تمام، احنا اللي عندنا تقريبا في عندنا 6-7 سندوتشات بنقدمها بالاضافه لكل السايدز. السندوتشات كلياتها بريميوم فود، فهو ما هو عباره عن فاست فود عادي، هو مثلا عندنا البرجر بيكون واجيو بيف، عندنا الهوت دوغ بيكون انجس إلى آخره يعني. فكل كل الانجريدينتس اللي احنا مستعملينها كلياتها بريميوم هاي اند، وهذا اللي بميزنا. كل الاطباق تيجي عندنا باثنين يعني، بيجوا قطعتين عشان هيك اسمها توين برجر. فلهذا السبب مثلا اذا بتطلب برجر مثلا بيجوك تنتين. عندنا في المنيو كمان في هوت دوغ، في تشيكن، في السندوتشات اللي هي فيجي اللي هي خضار عشان الناس اللي ما بتاكل لحوم، بالاضافه للميلك شيكس، ايس كريم، والاشياء الجانبيه. استاذ مهند، بعد النجاح اللي حققتوه في السنوات السابقه، شو خطتكم وشو الرؤيه المستقبليه لتوين برجر؟ تمام، هلا احنا هلا حاليا عم نفتح فرع ثاني في منطقه ميديا سيتي، وراح هذه المنطقه تغطي منطقه كبيره من الدليفري بالبالم لجميره لمناطق ثانيه كبيره، وبنفس الوقت عندنا خطط ثانيه لنتوسع، مش بس يعني لافرع ثانيه ولبرودكتس ثانيه، وعندنا كمان لونش لأذر براند تحت توين برجر بالوقت القريب. في عندنا ديسكشنز ونقاشات مع مستثمرين كمان، هدول المستثمرين راح يدعمونا انه نتوسع بخططنا المستقبليه. الحمد لله الامور على الطريق الصحيح، وعلى الوقت القريب راح نتوسع وتشوفونا باقي الامارات. نتمنى لكم دائما التوفيق وتوصلوا للعالميه. شكرا. استاذ مهند، كرائد اعمال وكساكن في دوله الامارات، شو بتنصح اي حدا عنده طموح ياسس عمله الخاص داخل الدوله؟ هلا الامارات سواء دبي او امارات ثانيه بتسهل الامور على كثير على المستثمرين. تاسيس الشركه من البدايه، من تاسيس الشركه للقوانين الموجوده كلياتها موجوده، وضوح، سهله. بصراحه بيئه سهله للواحد يفتح مشروع ليكبر ولا يتوسع. بالنهاية أستاذ مهند، بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف بيقدر يوصل ويتواصل مع توين برجر. هلا بتلاقونا احنا على الانستغرام اللي هو burger.twin، او على الجوجل اللي هو توين برجر، موجود في منطقة مدن بامتداد شارع مسوقين، موجود في بين بالقرب من كثير اماكن زي دماك هيل، زي مدن إلى آخره في منطقة دبي. هيك المنطقتين بيقدروا يلاقونا، بالإضافة إنه موجود على كل الدليفري أبليكيشنز الموجودة. شكرا مرة ثانية أستاذ مهند، أتمنى لك دائما التوفيق. شرفتونا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.